العربي العربي بن عطية معروف على الساحة الإنشادية وله باع كبير في هذا المجال. كانت لك رحلة دعيت في إلى موريتانيا من أجل المشاركة في الملتقى أو المهرجان الدولي في موريتانيا، لكن الرحلة لم توفق. ممكن نعرف الأسباب التي جعلتك تعود إلى مسعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية أشكر أخونا بلال على الالتفات، ودائما هو حاضر معنا، ربي يحفظه إن شاء الله. الرحلة دعيت إليها، الزيارة الحفل دعيت إليه من جمهورية موريتانيا جزاهم الله خير، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الظروف مش مواتية، كان الأمر ماديا وما استطعناش بأن نوفر تذكرة الطائرة، فحاولت أن أكون مقتصدة شوي، حاولت أروح للبر. الرحلة هذه الحقيقة بقدر ما هي شاقة وصعبة وانهارت نفسيا، لكن اكتسبت فيها رجالة في النعامة، رجالة في لبن سيدي الشيخ، رجالة في البشار، رجالة في تيندوف، ربي يجازيهم خير. من خلالكم أزف إليهم كل التحايا وكل الشكر والتقدير والامتنان، وشكرا لك الأخ بلال أنت أيضا على زيارتك لنا، وهذه زيارة ربي يحفظك مشكور عليها. أسأل الله لك التوفيق والسداد.